Hello, all my dear friends. This is Leila in America. Today, I have a great recipe for people suffering with the allergy milk, only for milk. So, I have something for you guys to make you your own milk at home. So, with the almond, soaked almond with water, just how much almond? 2 cup, 1 cup, a cup and a half. And then I have here a date, like a couple date. You can have a half cup date. Some raisin, that's optional. If you don't want, you want to put the figs, you want to put the raisin. You know, I like the both the things. I don't have a figs, but I have a little raisin here, so I can mix it. So with the flagging seeds. So half a cup have the flagging seed. So you can make your own milk. You're making your own milk at home. People suffering with allergy with the milk. So you can make a good milk with the protein and very good. Hello. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الكرام أحبائي أعزائي الكرام. هذه معكم ليلى في أمريكا. اليوم جيت وجبت معايا دي ماشي خاوية، جبت لكم الحاجات اللي هي صحية منفعة. دونك الناس اللي عندهم الحساسية مع الحليب، دونك أنا غادي نعطيكم واحد الوصفة الحليب تقدروا ديروها في داركم، اللي هي سهلة، موجودة في الأسواق وموجودة عندكم في البيوت ديالكم، وتخلصكم من هذاك الحليب اللي تتشربوه. يمكن لكم ديروا حليب تجيو من الرياضه، او لا ديروا الحليب تشربوه، ما تحرموش راسكم من الحليب. دونك الحليب تيجي من اللوز، واللوز تنديرو في الماء، يعني جوج كيسان ديال اللوز او كاس ونص على حسب نتوما القدر اللي بغيتو ديرو. دونك انا عطيتكم هنا جوج كيسان ديال اللوز، كاس ديال التمر، وربيع ديال الزبيب او لا شريحه، نتوما اللي بغيتو. يمكن تحطوا شريحه وزبيب اللي عندكم بحال هذا موجود. واحد نص كاس ديال زريعات الكتان، بذور الكتان. هذا يعني هادو للناس اللي تتعاني من الحليب ولا تتعاني من سيز. So people they are suffering with seeds, stay away from those things. يعني الناس اللي تتعاني من الحساسية ديال البذور ديال الزرع او ديال اللوز او ديال هذاك ما يتعملوش هذا. دونك دائما الناس تتقلب على شي حاجة اللي تستعملها. دونك انا تنهضر على الناس specific people they suffering with milk. انا تنهضر مع الناس بالخصوص الناس اللي عندهم بالمرض الحساسيه، استسمح ماشي مرض، هي حساسيه، حاله ديال الحليب. دونك بقاو معايا ونوريكم كيفاش نستعمل هذه. دونك هاد جوج كيسان د اللوز نصلح لهم انا 6 ديال الماء، ديال الكيسان د الماء 6 بالضبط. انا دابا عندي هنا جوج الكيسان وانا غادي نوريكم كيفاش الخلطه. دونك انا هنا عندي تنحيد داك الماء من اللوز وتنديرها في الماشين بحال اللي تتشوفوا فيا، كنظن تتشوفوا فيا بحال هكا. كنتمنى تعجبكم هاد الوصفه. I hope all my good friend you like this recipe. It's a really great recipe. Believe or not, if you have no problem with the milk, you can use it. It's all protein. يعني if you go to gym, you can use it after you finish with the gym or running or those other things, walk or something. You can make your own milk all protein. يعني الناس اللي هي بدون ما عندها أي مشكلة، أنا ما عنديش مشكلة مع الحساسية، غير تنحتفظ على راسي يعني وتنقلب. انا انسانه تنقلب دائما، تنجتهد وتنقلب، وما تنقولش انا ما بغيتش نتعلم، دائما تنبحث، تنقلب في كتب، تنقلب عند الناس اللي مختصين في هذا الشيء. انني يعني تنبغي نتعلم،
انا ما عنديش مشكله الحمد لله مع الحساسيه، ولكن هذا الحليب لقيته فيه البروتين، منين تنجي من الرياضه تنشرب ليا واحد الكاس بالفعل يعني تنفعني. ان اولا فيه زريعه الكتان، زريعه الكتان مزيانه للعظم ومزيانه المسائل الاخرى. دونك اليوم انا تندوي لكم على زريعه الكتان كتصلح للعظم. الزبيب يعني فيه الفعلات ديالو. الزبيب اللي فيها هو سويت، ذا ناتشورال سويت، يعني السكر اللي هو طبيعي، والتمر هو سكر طبيعي، هو كله فيتامينات. والتمر مهم، هو هاد الخلطه هذه تجي زوينه بالتمر بالفعل. دونك باش ما نطولش عليكم، انا تنحاول نشارككم في لي زيدين اللي عندي في الايديا، انني انا بيعجبني على المطالعه. دونك هنا بالضبط عطاني جوج كيسان في الاول وجوج كيسان، وانا غادي نزيد. هو بالفعل 6 كاب، يعني 6 الكيسان بالضبط. وهذه المسائل انتم انتم وشطارتكم كيفاش ديروا هذا. سوري ستيك رونغ. وكما تشوفوا معايا ولكن غنكمل شويه بشويه داك الماء، حيت خصني البلندر ماشي. دونك انا غادي نرجع لكم نقول لكم الخلطه ديالو كيفاش دايره. تطحنوا نتوما، تزيدوا لي داك الكميه ديال 6 الكيسان ديال الماء باش يطحن كله. انا حيت اليوم ما درت لكمش الماشين اللي هي بالخصوص عندي داك الصغيره، تندير لا كونتيتي اللي تندير فيها غير نهار واحد. دونك انا غادي ندير كثير دابا، بقاو معايا. احبائي قبل انتم غنرجع الحليب، انا غادي نحطو ونوريكم كيفاش وجد ليا، وبقاو معايا. وهذه هو النهايه ديالو كي تشوفوه، وانا غادي نحطو هنايا، ان ما يمكنش نهز الكاميرا ونقول لكم النص ديالو حطيتو ديجا. بقاو معايا باش نحط الكميه كلها ديال العصير. وهذا هو العصير كما تشوفوه، امين ماشي العصير، الحليب ديال اللوز. ام سوري، ذيس از ذا ميلك فود، ميلك فور ناتشورال ميلك فور بيبل هاف الرجي فور almond ميلك و ديت ريزن اند فلاجن سي. دونك انا حطيته لكم على المباشر بالضبط باش تشوفوا كيفاش يطلع، شحال ما زدتو ليه هو الحليب تيجي مزيان، شحال ما زدتو ليه الماء تيعطيكم الحليب مزيان. دونك خصكم غير تختاروا لا ماشين اللي تديروا فيها العصيرات، هي اللي تتصلح. دونك هذا هو الحليب، بقاو معايا. دونك احبائي هذا هو العصير مع واحد الحليوات في هذا العيد، عيد النبوي الشريف، يدخل عليكم بالصحه والسلامه. انا قدمت لكم غير واحد سميوه عصير او سميوه حليب طبيعي،
إلا كان جاكم الكونتيتي اللي درتو كتير، زيدوا فيه غير الماء، ما حد هو تيزيد في الماء، هو تيعطي حليب. أنا هنقول لكم كيفاش يجي، تتمنى تشوفوني. وجد من عيش وفيه بزاف ديال البروتين، و ويخلصكم من الحساسيه ديال المرض، الحساسيه اللي عنده. بالضبط نهضر على الناس اللي عندهم مشاكل في الحليب. الحليب دونك يمكن لكم ديروا الحليب ديالكم في الدار، زيدوا فيه الماء، ويكون عندكم لا ماشين اللي هي ديال العصيرات، ديال العصير. دونك هاد الماشين هادي ديال فود بريسس، دونك الفود بريسس ديفرنت والميكن جوس ديفرنت. سو انا عندي الوحده اخرى بيتيت، ما غاديش تقدني في هذا القد اللي عطيته لكم، دونك داكشي تفضل نطحنا في هذه. ولكن استسمح يمكن لكم ديروها في الماشينات الكبارين. وحنا مع الكوكيز ايطاليان توداي، كوكيز ندوقو شي وحيده. بسم الله على بركه الله، اول ماي جود فريند. I'm gonna try some cookies Italian with the milk. الله والله تتشموا فيه واحد الريحة طيبة، وداكشي اللي تيدخل لكم في الدار ديالو. صدقوني بعدا اولا الفلاجنسيز it's all they have vitamin B1، they have 8 fiber, they have zinc, they have a lot of things there, all vitamin. It'll help for the hair, help for the nails, help for I forgot that there is a lot of things. It helps for the for the hair, for the for nail, for bones, for the bones. So it helps a lot. The other video I talked about that. Two videos I talked about the flagency for different recipe. So if you like this video, subscribe with your friend. Thumbs up, share the idea with your friend. Welcome all of them. I love you all. البنات والله العظيم احبائي كاع اللي تيشوف فيا، الا اش غنقول لكم، اش غنقول لكم، انا بنت الرباط تنهضر بالكاع من لا فامي ديالي، اصلهم من الريف من طنجة تطوان تهضروا بالقاع. سو هذا انا تنعقل على جداتي، كانت يوجد عندهم اللوز في الريف بزاف، كانوا تيديروا به اشياء كثيره من زمان، كانوا تيديروا به مايس مايونيس 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 يقولوا لها بالاسبانيش. سو كانت تستعمل المايونيز، الناس اللي عندها الحساسيه بالمايونيز من داك اللوز اللي كان عندهم، وكانت تديرو بطريقه منين في المدينه تيديروها بطريقه اخرى بلي ماشين اللي عندهم، ما شاء الله عليها. كان عندها اشياء كثيره اللي تديرهم في الباديه وفي المدن، دونك علاش لا تعملوا لكم الحليب الدار في اللوز بالتمر. الا ما بغيتوش ديروا الشريحه ما ديروهاش، ما بغيتوش ديروا الزبيب ما ديروهاش، ولكن الطريقه ديالها هي زريعه الكتان، التمر، اللوز، هادو هما باش يديروا لكم. بس انا تعجبني نحط فيهم اذر ثينكس باش يزيدوا يعطوني مور، تسميو جوز حليب، يعني رائع جد رائع، ولكن هو حليب. دونك البنات احبائي، بالخصوص احبائي كلكم احبائي في الله، يعني تيتفرجوا فيا بنات ولاد رجاله نساء احبائي، شاركوا مع اصدقائكم، ولا تنسوا الجرس والتفاعل مع القناه، وانا دائما مع الجديد. دابا انا شويه ما بقيش نطيب بزاف،
خصني نعطيكم بزاف الحوايج ديال الصحه والتغذيه، او لا شي حاجه ديال لي برودوي ديال الشعر ديال الوجه، وغادي نكمل لكم بالوصفات. دونك انا اللي بغيت نشارككم اليوم وبصحتكم كلكم جميعا. بون ابيتي يا توس، انجوي اول اوف يو. اللي بغيت نشارككم، انا عندي هوم باش تريكس هير، بغيت نهضر لكم عليه شي شويه على هاد بي بي 8، يعني بي بي 8، وعلى هذا بروتاكت تيتريو اوليوم، تصلح فور فاجانا، وتصلح بالنسبه للجينيكولوج ملي تمشيو عند الطبيب ديال النساء شنو تيقول لكم ديروه الحاجات اللي طبيعيه، ان الولده تتغسل راسها بيديها. هذا ماشي موضوع اليوم ديال العصير، الى حبيتوا كتبوا لي في التعليق ونشارككم في النيكس فيديو ديال الجينيكولوج اللي تحتفظوا على راسكم باش ما يجيكمش التهابات، ما يجيكمش الايست انفكشنز، يعني بحال الامراض اخرى اللي كاينه بين العلاقه الرجل والمراه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا هذه معكم ليلى، ليلى في امريكا. نتمنىكم the next video I'm gonna talk about that، يعني جينيكولوج كيفاش، وغادي نوريكم انا الاوراق ديالي باش تنتوما ديروا مزيان. انني انا الحمد لله كل شيء عندي سليم، مي انا بغيت غير نشجعكم انني عارفه راسي اشنو تندير، كيفاش تنظفوا، كيفاش ديروا باش تحتفظوا على راسكم. تنهضر انا بالخصوص مع العيالات اللي مجوجين، اما البنات اللي عندهم البوي فريند الله يكون في عوانهم، واللي تيمشيو بليزيور ثينكس الله يكون عوانهم، وتنتمنى من الحكومات يعطوهم ارشادات، ويتمناهم يعطوهم تنبهات ويديروا لهم الكونترول ان هادشي تيلصق في الناس. يعني انا بغيت غير نقول لكم كيفاش تحتفظوا باش ما تجيكمش، بالخصوص الناس اللي عندها ذات سكري وما تعرفوش، وتزيدوا ياكلوا في السكاكر ويزيدوا ياكلوا في الحوايج اخرين، او يزيدوا يديروا الصابون ويديروا مسائل اخرى اللي غادي نهضر لكم عليها، تياكلهم داكشي تيولي امراض، مرض كونسير، مرض الامراض اخرى، تجيب مرض تجيب مرض. دونك احتفظوا على راسكم. هذه معكم ليلى، ليلى في امريكا، واحبكم في الله. هذه معكم ليلى، ليلى في امريكا، و I love you all. Thank you all. Thumbs up in my channel, all the time, more idea. Thank you.